أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول في حديث عمران بن حصين رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر فقال ما هذا؟ قال من الواهنة الحديث. فما معنى قوله حلقة وما معنى قوله من صفر وما هي الواهنة؟ الحلقة ما يلبس على العضو من الشيء المدور كما يلبس على العضد أو على الذراع أو على الساق، ما يلبس من الشيء المدور. من صفر صفر نوع من المعادن، نوع من الحديد، أصفر لونه أصفر يسمى بالصفر وهو معدن، معدن حديد. والواهنة الحمى، الواهنة هي الحمى، وهذا من الشرك. قوله صلى الله عليه وسلم للذي لهذا الرجل انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو رئت وهي عليك ما لحت أبدا. نعم. والواجب على المسلم أن يتعالج بالعلاج الشرعي من الرقية ومن الأدوية المباحة، أما الخرافات والشعوذات فهذه لا يجوز للإنسان أن يستعملها لأنها من الشرك والاعتماد على غير الله عز وجل.